الكرو العظيم اللي مش فاهم اي حاجه. احنا النصابين. اتفضل اتفضل. احنا النصابين اللي هناخد المصلحه. ماشي يا حبيبي. كابوت ايه؟ اتفضل يا حبيبي. كله على على شغله. يلا يلا. هنصور. عايز اخمس. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا باشا. ها ده احنا فيلم عظيم ان شاء الله. يا جاهز انا. يا رب. العظمه اللي في الفيلم ده. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. يلا دور لي انت الكاميرا عقبال احنا ما هنلعب ماتش بلاي ستيشن عشان النجم اتاخر. انا نجم يا رجاله. كاس عالم. كاس عالم. ماشي اجيب. كاس عالم. هات هجمه والنبي يا كابتن. هنجيب والنبي. هات هجمه يا كابتن. ماشي والنبي. هات هجمه. انا يا حبيبي. والنبي يا ابني. يا ابني احنا لسه اخترنا الفرق. هجمه ايه؟ يلا شوت. اهو لسه 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 شوت. اهو داخلين الماتش. الماتش اهو. كلنا فرحنا. امال الجون جه في مين؟ واحنا مش بنلعب مع بعض. بنلعب مع بعض مالتي يعني. بنلاعب بعض. انا اسف معلش. انتوا اول مره بلاي ستيشن ولا؟ انا اول مره. شفتوا الاختراع ده قبل كده ولا؟ كان جميل. طب يلا اهو. يلا ارفع اهو. ماشي ارفع يا جدع. يا جدع ارفع. يا جدع ارفع. يا جدع بقى. يا جدع اسمع الكلام بقى يا جدع. ما بترفعش ليه يا ابني؟ انت اللي بترفع. انت بتدوس على ده بيرفع. ده ما بيسمعش الكلام. ده هربان من درس الكيمياء اربع مرات يا جدع. اقعد بقى. ده كرتون يا ابني. بجد والله ده كرتون. مش انت اللي بتلعب. معلش. يلا باطلنا بيه بيفوت بعد كده ولا ايه؟ غير اللعبه مش ناقص شيء ولا ايه؟ انت بتعمل ايه يا ابني؟ انا الحكم بس. يا جماعه ايه الهبل ده؟ احنا مش شغالين ليه يا جماعه؟ الحمد لله. ماتش حلو. الحمد لله. الحمد لله والله. انتوا عارفين مين ده؟ مين؟ مدير الانتاج. يا نهار اسود. طب ليه بيه داري كده ولا هو داري كده؟ ولا اجي شغله مالي. رايحه فين يا روبي؟ يا مخرج السوبر جيت يا معفن. سايبين اللوكيشن وقاعدين بتلعبوا. قاعدين بتلعبوا وسايبين الشغل. النجم ما جاش. هنصور بعضينا. لا حول الله. يا عم اشتغل وجهز نفسك على ما الراجل يجي. ده احنا مأجرين اللوكيشن بمليون جنيه. اهو ما احنا جاهزين بقى. في طلبات انتاج وفي حاجات وانتم مش موفرينها. طلبات ايه؟ دلوقتي حضرتك النجم لابس البيبيونه بس. ماشي. والبركان مولع نار ايده والسيجاره في ايدي والنجم قاعد جوه العربيه. ده احنا في بقى طلبات حضرتك عشان ننفذ اللي كاتبه اللباني. أؤمرني. في اعاصير في الجيزة. اعاصير؟ اه. اعاصير فراولة؟ لا. اما الاعاصير ايه حضرتك؟ في مصر هنا في اعاصير؟ في الجيزة. اللهم صل على النبي. وايه كمان؟ اللباني اللي كاتب والله مش انا. مؤلف العظيم. مؤلف الفيلم الجامد. مين الكرومبا ده؟ ده المؤلف. ده واخد جايزة. ده المؤلف؟ انت مؤلف الفيلم كوكو؟ ايوه. انت تكتب افلام عسوله؟ ايوه انا الف. احنا هنهزر يا باشا. احنا هنهزر. مفيش الكلام ده يا عم. ما عندناش الامكانيات ده. لا بعد الاعصار في امطار غزيره جدا على الواد بتاع الكوتش في الجيزه. ودي انا جايبها لك منين بقى؟ من ايه؟ في واد بتاع الكوتش قاعد في الميدان كده. امطار رهيبه على دماغ امه طول ما هو قاعد. انا اجيب لك امطار منين؟ احنا في مصر يا بالاوردر. انا اخر يا معلم. بص اجيب لك ازاز ميه معدنيه ونرش بيها فوق النجم كده. الله. طب وليه المصاريف؟ ما نجيب قطرتين بروزولين ونقف نعمل كده في ميدان الجيزه. والله الاوفر. اعملوه بقى. ما تتعبوناش يا جماعه بالطلبات. ما هنعمل ايه في البركان يا بيه؟ بركان؟ ده في بركان يا بيه. النجم بيوطي يولع سيجاره منه. النجم بيوطي يولع عشان يعمل بركان؟ اه. ولابس بابيونه بس؟ اه. ده فيلم ايه ده يابا؟ ده فيلم مالكش دعوه. انا هخرجه بعدين نبقى نشوفه. مطارده. مطارده. في مطارده. خلي بالك بقى. عربيه لادا اخر موديل مع عربيه فيات لسه نازله السنه دي. فيات لسه نازله السنه دي. ميكروباص. عربيه فيات ميكروباص لسه نازله السنه دي. ده شيء جميل قوي. بيخبطوا في بعض بيتقلبوا بيحصل بقى معركه كبيره يعني. واخد بالك يا عم انت قريت ايه؟ يعني النسخه اللي عندي مكتوب فيها القهواجي معاه كوبايتين شاي بيقع من ايده. هي دي الحادثه اللي في الفيلم.
لباني لمن المطارده خليها بكوبايتين شاي. الهواجي جايب كوبايه الشاي كده وبسرعه جدا كوبايه الشاي جايه من جنبه بيخبطوا في بعض، الشاي بيقع وراه بقى تلسعه وهو عريان كده. يلسعه يلسع وتصورها على النيش دي بقى بالكوبايتين صح؟ انا اللي هصور يا جماعة. هتظبط هتظبط. طب استنى ثانيه بس، مدير الانتاج مش عايزين بقول لك ايه؟ انا جايب لك دفعتك خف طلبات بقى خلاص. طب ايه؟ انا عايز فلوس حبيبي. هجيب لك اللي انت عايزه بس استنى اتكلم مع عمو المخرج. استنى حبيبي ماشي. انا جايب لك دفعتك ومحدش يقبض بابا. لا انا عايز فلوس. ابوس رجلك استنى هتظبط بس ماشي. ما تقلقش ها، خلصت الفيلم ده في السريع عشان انت الوحيد اللي بتقبض. ما دام فلوسي جت هعمل لك الفيلم ده كله في ربع ساعه. هو ده الكلام. دور لي بقى اللوكيشن بقى شغلنا يا بلحاج. حبيبي قلبي وانا عايز فلوس. يلا اديك الفلوس. يلا هنقعد يلا نقعد. بتوع الكروك جاحد. الكروك جاحد اللي معاه في ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومين يا ابا؟ شووووو يلا يا زفت روح اندق لنا المخرج. يلا يا نيلة. يلا ايه؟ يا ابني انت هتقعد تبرق لنا يا حبيبي؟ اتكل على الله انده المخرج. يلا انت احمار انت هو انا المخرج. ايه؟ شفت عملت ايه؟ شفت ايه التخلف ده؟ زغشت زحت. في ناس تخش كده اول مرة على ناس تقوم تشتم. شفت؟ معلش. طب انا اعرف منين ان في مخرج اكرت اول مرة اشوفها دي؟ كده مش بالشعر يا حبيبي. مش بالشعر. بالفكر. بالدماغ. ازيك يا استاذ زاحد رضا؟ اهلا وسهلا. ايه تبع مين؟ تبع المنتج ولا تبع مين؟ لا احنا مش تبع حد، احنا وجوه شابه. لا معيش فكه والله يا حبيبي.